الحكام ثلاثة، الحكام ثلاثة. الأول حاكم كافر، لو تسلط على المسلمين حاكم كافر، لو حكم المسلمين حاكم كافر فما التصرف معه؟ يجب الخروج عليه، لا يجوز أن يحكم المسلمين حاكم كافر. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني مؤمن مثلكم منكم، هذا الذي يطاع، أما الحاكم الكافر لا طاعة له. والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز أن يقبل المسلمون بحاكم كافر، لكن مع هذا يجب إزالته، لكن بشرط أن لا يقع شر أعظم من شر بقائه، يعني لا يزال المنكر بمنكر أعظم منه، بل يزال بطريقة بحيث أنه لا يقع منكر أعظم من هذا المنكر، وإلا يصبر عليه. الحالة الثانية أن يحكمك حاكم عادل، مسلم عادل تقي خاف الله، هذا أظن ما في خلاف أنه لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال. يبقى الخلاف والكلام كله في حاكم مسلم فاسق أو حاكم مسلم مقصر في جوانب، لكن لم يصل إلى درجة الكفر، ما زال مسلما، فهذا داخل تحت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون منهم وتنكرون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تجدون أثرا وأمورا تنكرونها، فكان الجواب اصبر أو اصبروا حتى تلقوني على الحوض، فيصبر على أذاه وينصح ويذكر بالله تبارك وتعالى ويدعى له في ظهر الغيب أن الله يصلحه ويهديه. هذا بالنسبة للحكام. نعم.